من أين أبدأ والحديث غرام، فالشعر يقصر والكلام كلام. من أين أبدأ في مديح محمد، لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. هو صاحب الخلق رفيع المدى، وقائد للمسلمين همام. هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم، هو قائد المقدام. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى، فمحمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى، في وصفه تتكسر الأقلام. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام. هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام.